ولتسليط الضوء على التطورات في الغوطة الشرقية ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة اسطنبول السيد غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار. سيد غزوان مرحبا بكم. يعني مرحبا النظام السوري يخرق الهدنة من جديد ويقوم بقصف مناطق الغوطة الشرقية، لكن لماذا خرقها هذه المرة وهي معلنة من قبل النظام الروسي؟ هو نوع من توزيع الأدوار لا أكثر. يعني روسيا ليست جادة أصلا بأن يكون هناك هدنة. روسيا تسعى دائما من خلال تصعيد العمل العسكري لإجبار المناطق على إما خضوعها لسلطة الأسد أو ممارسة عمليات تهجير قسري للسكان، وبالتالي روسيا أصلا ليست مع القرار وإن صوتت إلى جانبه، لأنه ربطت تنفيذ القرار بموافقة النظام السوري وحدوث اتفاق ما بين النظام وما بين الأطراف العسكرية المعارضة له في منطقة الغوطة، وطبيعي أن لا يحصل مثل هذا الاتفاق إلا إذا كان هو نوع من الهدن المحلية اللي أرادتها دائما وسيلة من وسائل التهجير القسري والخضوع مرة أخرى لسلطة الأسد. بالتالي يعني أصدق تعبير عن الحالة هو ما يقوله التصريح الإيراني حقيقة. إيران تعبر دائما في تصريحاتها عن ما يجري في الواقع، عما تسعى له كل القوى الداعمة للأسد حقيقة، بينما تمارس روسيا التدليس السياسي والدبلوماسي عبر دورة بالأمم المتحدة. وبالتالي لا يمكن القول أنه أو لا يمكن أن نتوقع أن يكون هناك هدنة أصلا، لأنه لا تقبل لا روسيا ولا النظام السوري ولا إيران بقاء قوة مسلحة على قصر دمشق الغير خاضعة لسلطة الأسد. سيد غزوان، الروس أعلنوا الكثير من الهدن وخرقت جميعها، لكن هذا الخرق الأخير خاصة ما تتعرض له مدينة الغوطة الشرقية، هل باعتقادكم سيصب في مصلحة الأزمة السورية من باب رب ضارة نافعة؟ يعني من المؤسف أن كل هذه الضحايا أن نفترض أنها ستصب في النهاية في المصلحة السورية، ولكن بتقديري إن صمدت الغوطة وإن شاء الله ستصمد ستفشل كل الحلول التي يسعى إليها الروس والنظام الأسدي. روسيا الآن تحاول التعويض عن فشلها الدبلوماسي الذي سعت له عبر مؤتمر سوتشي، لم تستطع تحقيق أي نتائج، تريد التعويض عن هذا العجز بمزيد من العمل العسكري. هي افترضت أنها اللاعب الوحيد والأساسي في الملعب السوري ليتأكد لها اليوم أنها ليست قادرة على صناعة الحل السياسي في سوريا وفق الرؤية التي كانت تسعى إلى عبر مسارات أستانا أو عبر مؤتمر سوتشي. وبالتالي الآن تحاول التعويض عبر مزيد من القهر العسكري وعمليات القتل الممنهج للسوريين حتى تركعهم وتجبرهم على العودة إلى الحظيرة الأسدية. سيد غزوان، أنا قصدت رب ضارة نافعة، إذا ما أخذنا تصريح يعتبر مفاجئ للمملكة المتحدة حيث قالت ربما تكون تشارك الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا في حال ثبوت استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي، ألا يصب هذا في صالح السوريين سيد غزوان؟ كل عمل عسكري ينال من نظام الأسد بشكل أو بآخر ومن أي جهة كان هو يصب بالضرورة في مصلحة الشعب السوري على المدى البعيد بالتأكيد. ولكن دعني أقول أن هذه القوى سرعان ما تلعق تصريحاتها. سبق أن أطلق مثل هذه التصريحات الرئيس ماكرون ولعقها سريعا. الولايات المتحدة تتنصل من التزامات القانونية الدولية تجاه ما يحصل للشعب السوري، تتنصل من مسؤوليتها كقوة عظمى، وبالتالي لا يمكن لتلك الدول أن تمارس الدور
الذي يتحدثون عنه دون غطاء أمريكي. لا يمكن، ما لم يتقرر إنشاء حلف لحماية المدنيين وإسقاط نظام الأسد، لا يمكن حل المسألة السورية. ما تسعى إليه روسيا هي إعادة إنتاج نظام الأسد. المجتمع السوري لم يعد قادر على التعايش مع سلطة الإرهاب والقمع والاستبداد، وبالتالي ستبقى طاحونة القتل مستمرة. سيد غزوان، تعتقد أن تغيير ما حدث جعل بريطانيا تهدد لأول مرة باستخدام القوة العسكرية ضد النظام السوري، هل تعتقد أن بريطانيا قادرة على فعل ذلك فعلا؟ لا أعتقد أنه تقدم بريطانيا على عمل عسكري منفرد تجاه النظام السوري، حتى وإن ثبت استخدامه للسلاح الكيماوي، وسبق أن ثبت استخدامه للسلاح الكيماوي منذ 2013، وكل الجرائم التي ارتكبها بالسلاح الكيماوي، يعني نستذكر بعضها في سراقب وفي مدن أخرى وفي خان شيخون والآن في ريف دمشق. لن تقدم بريطانيا على عمل عسكري منفرد تجاه النظام السوري، ما لم يكن هناك قرار أمريكي بفعل ذلك لن يستطيع الدول الأخرى القيام بذلك. مع العلم أن النظام السوري الآن وفق المعلومات اللي سقتوها حضرتكم بالتقرير عن أنه حصل من كوريا الشمالية على مواد كيماوية يعيد تصنيع، فهو يخرق قرار دولي. القرار 2118 يتضمن فيما يتضمن حظر النقل والتصنيع واستخدام السلاح الكيماوي على النظام السوري بموجب الصفقة المشهورة، وبالتالي هذا الخرق يستوجب فعل إيجابي من المجلس الأمن أن يتخذ قرار نعم. تحت الفصل السابع بمساءلة ومحاسبة النظام السوري على تلك الجرائم. سيد غزوان، أخيرا وبعجالة، بنظرة استشرافية للمستقبل، ماذا تتوقع من استمرار خرق الهدنة في الغوطة الشرقية في قادم الأيام؟ ما الذي نتوقعه بعد ذلك؟ أتوقع صمود الغوطة في مواجهة النظام. لن تستطيع كسر شوكة الغوطة لا القوة العسكرية الإيرانية ولا الطيران الروسي ولا الهجمات البرية اللي عم يقودها النظام الأسدي. إن شاء الله ستضبط الغوطة وستجهض كل المخططات الروسية والإيرانية وسلطة العصابة الأسدية. لن يستطيعوا عبر القهر العسكري إعادة إنتاج نظام الأسد. هذا النظام انتهت صلاحيته ويجب إحالته إلى مزبلة التاريخ وإعادة إنتاج سلطة جديدة بإرادة المجتمع السوري. عبر سكايب السيد غزوان قرنفل، رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، شكرا جزيلا لكم.